صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في ركن نصائح بيترو بركة. اليوم راح نكلموكم على لو برودوي 5W30 سوبرام، تابعوا معنا. لا 530 بيرفورمانس سوبرام PB 9310 سي تون SAO 530 ACA C3، يعني تعمل على السيارات اللي فيهم الكاتاليزور والفاب، لان لازم نعرفوا باللي يوجد نوعين من 530 عند بيترو باراكا، الاولى اللي هي لا سوبرام 530، وراح نشوفوا في حلقه اخرى لا 530 الترا. اليوم نكلموكم على 530 هذه، تطلع على السيارات اللي فيها كما قلنا كاتاليزور والفلترا بارتيكول. هذا الزيت يعمل على تحسين وتوفير الوقود وحماية الأداء للمحرك ضد التآكل كما دائما. علاش؟ خاطر كامل لاغام تاع بيترو باراكا كواد لونغ لايف، هل تسيبوها هنا تحت في البيدون، تعمل بنفس الطريقة تقريبا، لأنها مصنعة بمواد أولية بريميوم كما نقولوا، من أحسن الزيوت القاعدية وليزاديتيف. فيه مواد مضافة متقدمة، هذا النوع تاع 530 متقدمة التكنولوجيا، مصممة لتنظيف المحرك، يعني الزيت هذه هي فيها منظفات للداخل، ديزاديتيف سوبليمونتير على ليزاديتيف تاع 530، يقوموا بتنظيف المحرك. وهذا اشاك فوا ديروا الفيدونج تاعكم، يعني لو موتور راه يتنظف سيستيماتيكمون. ويقوم هذا الزيت تم تركيبه للتدوير السريع للمحرك، يعني لو ديماراج افروا، الانسان اذا كان مزروب الصباح ولا لا 530 تدور بطريقه جد سريعه في المحرك تاعنا، وبهذا الانسان ينجم يمشي بطريقه مباشره. طبعا ما يدخلش في لا بيرفورمانس ماكسيمال تاع السياره تاعو، وشنو ينجم يمشي بطريقه يعني بالعقل، ومن بعد يديماري في طريقه جد عاديه.